تحريرك كلها في المخ، في الذهن اكثر منها في السياره، لان بتعرف سواء احنا سواء الفريق المنافس اللي عندنا النهارده الخميس يوم السبت، معناتها التحريرات هذه معروفه من اول ما عارفين انه احنا مش نلعب كل معناتها الكومبيتيشن هذه، من ضمن اللي ما ان شاء الله معناتها نكونوا حاضرين غدوه معناتها من جميع النواحي ان شاء الله باش نبرديو ماتش ممتاز. وما ناش غراب على الوداد وهما ماهوش غراب علينا، واحنا ما ناش غراب على المغرب وعلى جمهور المغرب، كيف كيف هما لقاءات ديما مستمره من بناتنا ما دام موجودين في نفس القاره مع نفس معناتها حتى في نقول احنا اقليميا، اكيد باش نكونوا ديما لان زوز فرق عندها قيمه كبيره في بلدان. سؤالي كذلك للعميد محمد امين بن حميده، كيفاش يعني روح المجموعة كيفاش دايرة قبل من هذه المواجهة الجديدة فريق الوداد الرياضي؟ السلام عليكم ورحمة كل شيء، مرحبا بكم. صحيح كما قال الكوتش ظرف وجيز باش نحضروا فيه المباراة، دول اللاعبين الكل على شد تركيز المباراة هذايا، ديربي مغاربي مش غرب على بعضنا. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين ذهنيا وبدنيا كما يلزم. فما شوط أول شيء تلعب في المغرب، زاد كذلك فما شوط ثاني في تونس، نكونوا حاضرين على جميع الوجهات إن شاء الله وربي يوفقكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.